انت جاي بتكلمني فين؟ اللي فات ده مش انت اللي حسيت بيه؟ مش انت اللي انجرحت ولا قسيت ولا بكيت؟ يا ابني اللي فات ده مش ايام وعدت، لا ده عمر ضاع. فاهم يعني ايه عمر ضاع؟ كنت فين انت؟ كنت فين انت وانا طفل سن 5 سنين؟ شايف ابويا بيتقتل قدامي ومش قادر اعمل اي حاجه؟ 20 سنه شايف دموعهم بتنزل مش قادر اعمل اي حاجه. منظر موت ابويا، منظر موت ابويا بيتقتل قدامي كل يوم 24 ساعه، وبشوفه زي ما انا شايفك دلوقتي بالظبط، لحد ما جت اللحظه اللي مستناها من 20 سنه، واليوم اللي هرجع واخد حق ابويا وحق امي اللي ماتت عشان ما عرفتش اجيب لها الدواء. 20 سنه شايف العذاب والنوع على التراب، ما قدرتش تعمل راحه، بتنقل من شغله لشغله ومن محل لمحل. صاحب المحل ده كويس بس ده ميكانيكي، ما جربتش تشتغل ميكانيكي يشتمك ويعزقك كل يوم دوام؟ مجربت؟ طب ما جربتش تمسح سلالم وهدومك مبلوله وعندك برد طول الوقت؟ ما جربتش؟ طب ما جربتش تبيع مناديل؟ مناديل يا بيه، مناديل بنص جنيه؟ ما جربتش؟ وجاي لما الدنيا تبني وشها جاي وتقول لي سامح؟ السماح دي كلمه انا ما اعرفهاش، ما درستهاش في الشارع. انا كل اللي انا درسته وحفظته ان ازاي انتقم واخد حق ابويا، هو ده اللي انا درسته وحفظته وهنفذه. فاهم؟ هنفذه.